فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وصل المسافر إلى بلد ومكث لمدة يومين، إذا وصل المسافر إلى بلد ومكث فيها لمدة يومين في شقة مفروشة ويسمع النداء، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد؟ بلا شك، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إذا كان لا عذر يمنعه من الذهاب فلا بأس، أما أنه قادر على الذهاب ويسمع النداء يجب عليه أن يجيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.